تستحق أغلى القصايد ولو زنجة صفوف في مدح بنت الجاويد حكيمه بالوصوف. صيتها غطى على كل ميدان الحروف طيبها من طيب أبوها عريبة الجدود. خطوة حصريا على استوديو فلة للإنتاج الفني. تستحق أغلى القصايد ولو زنجت صفوف في مدح بنت الجاويد حكيمه بالوصوف. صيتها غطى على كل ميدان الحروف طيبها من طيب أبوها عريبة الجدود. من مطير أهل النشامى ووافين العمود وبفزعة وجود للمواقف وحسود. بنت مفلح راعي الطيب وصيده فالوجود راعي المقف واسماعه